خطوات متسارعة في الصين لإنشاء ميليشيات عسكرية من المدنيين لمساندة جيش التحرير الشعبي الصيني ودعمه في أوقات الحروب والكوارث والأزمات. أعداد هائلة يتم تفعيلها كوحدات احتياطية حقيقية للجيش بواسطة شركات مملوكة للدولة. أكثر من 16 شركة صينية عملاقة تعمل على تأسيس قوات قتالية منذ عدة أشهر وفقاً لتقارير أوردتها شبكة CNN، إذ تتألف تلك المجموعات المعروفة رسمياً بالقوات المسلحة الشعبية من المدنيين الذين يحتفظون بوظائفهم المنتظمة، لكنها تكون متاحة لأداء مهمات قتالية. مهام الميليشيات تتمثل بتأمين السكك الحديد وحراسة مستودعات الوقود ومطاردة قراصنة سفن الشحن، كما تستهدف دعم مصالح الشركات الصينية في الداخل والخارج وتوفير الحماية لمشاريعها بالمناطق المضطربة، مع تركيز بكين على حماية مصالحها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية المحتوية على موارد طبيعية كالنفط والغاز. الميليشيات الصينية ظهرت لأول مرة خلال سبعينيات القرن الماضي بهدف حماية الشركات الصينية التي بدأت بالانتشار عالمياً ولتعزيز منظومتها الأمنية في الداخل والخارج. باحثون في معهد سياسات جمعية آسيا الأمريكي ذكروا أن عودة ميليشيات الشركات الصينية يعكس التركيز المتزايد لدى الرئيس الصيني بدمج الاقتصاد مع الأمن القومي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف نشوب مواجهة مباشرة مع أمريكا، كون هذه المجموعات تعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية الصينية. مختصون بالسياسات الاستراتيجية حذروا من خطر وصول هذه الميليشيات إلى الشرق الأوسط في ظل التوسع الكبير لنشاطات الصين بالمنطقة، حيث أن تواجدها قد ينتج عنه حرب باردة بين أقطاب متعددة أبرزها أمريكا وروسيا وتركيا وإيران، في ظل حالة غير مسبوقة من العسكرة المحكومة بعدة محاور إقليمية ودولية. الأمر الذي يفاقم من تعقيد الأوضاع خاصة في الدول التي تمتلك فيها الصين استثمارات ضخمة، فإنها قد تقود لانفلات أمني أو تقويض لسيادة الدول، وبالتالي حدوث تصادم عسكري أمريكي صيني وإشعال فتيل حرب مدمرة تطال نيرانها دول المنطقة.